معناها لدرجه انك تقول انه لو درابو تريكولور. لا ما نقولش الدرابو تريكولور، انا مش نبين لك اختي سونيا، انا خرجت. لا انا مش نبين لك، هي الحقيقه هي اتقال يعني، هو الحقيقه انا عندي انا، والكلام مفهوم والفيديو مفهوم، لان اليمين المتطرف النائب في الدائره نتاعنا من اليمين المتطرف وجمي سيا خذاو الفيديو وخذاو منه المقطع نتاع 15 ثانيه اللي انا نقول سي درابو كينو غانغرين، سي درابو تريكولور كينو غانغرين، سو سون تو سامبلومون دي درابو ساتانيك. ما سمعوش الباقي وما سمعوش القبل. شوف يعني انا المقصود من كلامي ليس العلم الفرنساوي ولا الدوله الفرنسيه، لان اللي يصور في روحه هو انا، مش واحد يصور فيه راهو. وانا حتى تليفوني على الصفحه نتاعي ونصور في روحي. يعقل 25 سنه خبره على المنبر، يعني مش نجي انا ونقول يا فرانسيس اللي انا عندي علاقه مع الدوله وعندي مقام مع الدوله. الاعلام انا الرايات التي ترفع في ملاعب الكوره. مرة فاتت قلت الشعارات. اي شعارات ولا الاعلام سي محمد؟ قلت دي باندرول. فسرها بالاعلامات، فسرها باللي باندرول، فسرها. انا نتكلم على ملاعب الكوره والانقسامات اللي واقع بين المسلمين. نحكيو على ملاعب الكوره، سامحني مع احترامي يعني، أيه خاطر اللي كنت تقول فيه سمحني. كان سقوط الحكومات أيه، يعني سقوط امام جمعه أيه، في باريس 18 أيه عام أيه، يعني حاجه أكثر المسلم من اكثر من هك، حاجه المسلم أيه المغترب أيه عايش في فرنسا أيه، تحكي له على المهدي المنتظر؟ علاش نحكي له على تو؟ هذه حاجه المسلم يا راجل. الله يبارك فيك، انت ما تشاطرنيش في الراي، ونحترم ونحترم الراي نتاعك. كيفاش فما مغاربه وجزيريه تعرفوا نعطيك على ماتش نتاع الكره؟ سي محمد، سي محمد ربي، سي محجوب مش مع بعضنا. كلم كلم سونيا. لا والله انا بتفاعل، اعطيني غير ثانيه. انا مش تتفاعل معايا، خاطر انا بيجي نحب نفهم شويه، على خاطر انت كنت تقول تويكا معناها وقت اللي باش يجي نقولوا المهدي المنتظر ستسقط كل هذه الحكومات. خبر عليه الرسول مش خبر عليه محجوب المحجوب. ما سوني با مون بروبو دو تو، مانيش مختصه، ما نحبش ندخل في ما نحبش ندخل. وانتم تحاولوا فيه في نقاش ديني شرعي. لا 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 مانيش نحاول في نقاش. انا في السياسه ساكن ما ندخلش فيها لان خطيتني السياسه. لا با دو تو، مانيش في وارد اني نتناقش في نقاش ديني. انا جوست معناها جو ريبران اللي كنت تقول فيه، تقول وقت اللي عندما سياتي المهدي المنتظر ستسقط كل الحكومات وتقام دولة الخلافة. ما نعرفش إذا كان كواعي سي المحجوبي اللي هذا الخطاب هو بالضبط متطابق مع أدبيات الإسلام المتطرف الذي لا يؤمن بالأوطان ولا سمحني نكملوا وجاوبني كما تحب، ولا يؤمن بالدولة أصلا ولا يؤمن برموز الدولة اللي منها العلم والشعار والنشيد الوطني اتسيتيرا. أنا أذكر من أجمل المشاهد اللي كل من راح ربما نجم نفهم شعور الفرنسي اللي رحل سي المحجوبي، ونفهم النقمة اللي تنجم تكون عند الفرنسي اللي يسمع هذا. لو كان نتفكروا فقط خول الراجدي، انا كل مره المشهد نتاع خول الراجدي في تنزيل العلم، معناها خاطر هي راهي خرقت قماش في الاخر، راهو العلم طرف قماش، اما يجمع كل ما يجمعنا، يمثل كل ما يجمعنا، ونحن نؤمن بالوطن ونحب الوطن ونحب بلادنا ونؤمن بالدوله المدنيه. السرديات نتاع الاسلام المتطرف لا تؤمنوا الانتماء بالنسبه ليهم. الانتماء ماهوش انتماء للمكان، على خاطر انت اذا كانك تنتمي لنفس الفكر وتسكن في طنبكتو فانت قريب منه، وخوه اللي بجنبه وما عندوش نفس الفكر ينجم يقتلو. الأمة وليست الأوطان. سي برهان أنا مش قالت لك سوني خنزيد معاه، راهو لم تكن زلة لسان، بل إن زلة لسان راهي عندها خلفياتها ريفيلاتور الحكاية. شوف سي برهان، في الفكر اللي تتبناه وترسخ وترسخ. شوف سي برهان، أنا باحترامي الأخت وقناعات الأخت وشنو تفكر الأخت وديفلوبمون تاع الأخت،
انا احترم كل راي راه لا خاطر انا مشيت انطلاقا من كلامي انطلاق الكلام اللي خرج من فمي انا اختي توا انا مش غادي لا 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 انا وقت اللي قلت انا ستسقط الحكومات لا 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 لا, لا, لا وتولي دوله الخلافه هذا شو تقول لوليديك انا مش نجاوب انا امام انا رجل دين والحمد لله الكلام هذا قلته في عده مرات اليوم الظرف يختلف في فرنسا لان في قانون جديد سمى قانون يعني الهجره جديد ولا يخف على انسان ان مسيو درمانا الى بيسول فيزيبل المحجوب والمحجوبي جاء في الصدافه ولكن ما سلمش في حقي انا لان انا في يوم ما لما فرنسا ضربت في عمقها وفي جحر دارها بالارهابي لغير ذلك محجوب المحجوب كان يعني فهمت الله يصفقوا له والفيديوهات موجوده انا ما كنت يوم من الايام ضد الانظمه لماذا لان الانظمه ابناها انسان وانا احترم كل انظمه انا ضد لست ضد شعار ديني ولا ضد شعار ايديولوجي ديمقراطي كان ولا مانيش من الائمه اللي ممكن في بعض البلاطوات نتاع تلافز جاوا يسبوا في الشعارات هذه الديمقراطيه ولا المدنيه مانيش من هذا الصنف هذا انا رجل اذكرت نصوص شرعيه يمن بها الانسان وما يمنش بها الانسان حر في اموره والكلام اللي ذكرته هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام محجوبي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان رجل من سلالته اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم بو على اسم بو ما سيخرج في آخر الزمان وسيخرج إلى مكة المكرمة ويصعد الإمام على المنبر في يوم الجمعة ويرعف خشمه يعبط باش يتوضا الى غير ذلك سيد محجوب ربي خل ايه؟ ما يساش نعملوا لكن سمحني فقط والله الفكريه في الحكايه هذه كما حب زاد محمد خليني المهم نعمق النقاش يعني راهو قال لك راهو زاد الاحاديث المنسوبه للرسول هذا رايه هو احترمه باسم الصحيحين راهو اول عنعنه ايه؟ اللي جات تدوير